من كام محاضره بدانا نتكلم على البيهيفير ديزاين باترن. اتكلمنا على 6 انواع من ديزاين باترن، النهارده ان شاء الله هنكمل على الثلاثه الباقيين. اول ديزاين باترن هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو استراتيجي باترن. الاستراتيجي باترن بيبقى عنده ايه؟ عنده مجموعه من الالجوريزم، كل الجوريزم انكابسوليتد على مع بعضه، يعني بيتنفذ كله مع بعض، وانا على حسب الابلكيشن او الكلاينت بيطلب ريكويست ايه بيختار واحد من الالجوريزم ده يبدا يشتغل ويتنفذ. فده ميزه ان هو بيقدر يحدد، يبقى عندي مجموعه من الالجوريزم مختلف بيتنفذ، واكوردنج للابلكيشن الموجوده عندي ببارامتر معين بيختار اني واحد فيهم اندبندنتلي، يعني اي واحد فيهم at once، يعني في الوقت الحالي هيختار مثلا الجسم الاولاني، اكوردنج لابلكيشن اتغيرت هيختار الجسم تاني. فبالتالي الالجوريزم ده انا هجيب احسن، بيبقى افضل بتعامل معاه امتى او نوع الابلكيشن بتاعه. لو عندي برنامج او ابلكيشن ما في عندي مجموعه من الالتيرناتيف الجوريزم وعايز اختار منهم واحد يشتغل ات تايم، اجيب احسن شكل الدايجرام عشان يوضح لنا المعنى اكتر. هنا زي ما كل مره بنرسم الديزاين باترن بتاعنا كلاس ديجرام، ده الكلاينت نقصد بيه طبعا كلاينت اي ابلكيشن انا بتعامل معاها، بينتراكت مع الابستراكت كلاس ديجرام اللي فيه الاوبريشن بتاعتي. فانا البرنامج ده والانترفيس ده بيعمل فانكشن اسمها دو واتس ايفر، دو سمثينج، دو الجوريزم، بيبقى ايه ابستراكت ليه؟ لانها مش بتتنفذ، لان دي انترفيس كلاس. فواحد من الكونكريت كلاس بيمبلمنت نفس الالجوريزم دون بطريقتين مختلفتين. تلاحظ هنا نفس الانترفيس، ودي حاجه مهمه جدا، ميزه وعيب. ميزه ليه؟ لان الكلاينت عندي بيستخدم انترفيس واحد بس لكل الالجوريزم اللي ممكن يشتغل عليه ويتعامل معاه، فبيسهل لليوزر او الكلاينت او الابلكيشن التعامل مع السيستم دون. لكن بيبقى في الامبلمنتيشن في بعض الاحيان لما بنفذ بعض الالجوريزم بيبقى هو عايز انترفيس مختلف. الانترفيس طبعا زي ما انتم عارفين مش شرط يكون نفس اسم الاوبريشن بس، ممكن يكون في بارامتر، يعني مثلا الاوبريشن ده محتاج بارامتر اكس، الجسم الثاني محتاج بارامتر واي، مختلفين عن بعض. هنا بيقول لك لا، شرط نور الديزاين باترن ده عشان اتعامل معاه لازم الانترفيس بتاعي يكون واحد، نفس اسم الاوبريشن ونفس الاتريبيوت بنفس الداتا تايب بتاعتها. فده الى حد ما بيبقى يدي ايفورت زياده للراجل اللي بيعمل ديزاين، ان الجزء ده مثلا سي امبلمنتيشن 2 كان انترفيس بتاعه مختلف، لا لازم يغيره ويظبطه بطريقه او باخر ان ياخد نفس الانترفيس بنفس الاتريبيوت. بس الميزه ان انا اوتوماتيكلي على طول اكوردنج للابلكيشن بتاعتي يختار لاما الامبلمنتيشن واحد او الامبلمنتيشن 2 للالجوريزم بتاعي. طب نشوف مثال احسن عشان يبقى نفهم الموضوع اكتر. مثلا سي، يعني المثال ده انا اوكي، احنا طبعا زي ما انتم عارفين بنعمل دايما مثال كده مش هندسي ومثال تاني عادي. سي انا عايزه اروح المطار، هسافر، فعندي اكتر من وسيله ان يوصلني للمطار. انا ممكن عندي العربيه بتاعتي فممكن اروح بيها بالمطار، عندي وقت كافي ومفيش عندي مشكله اني اسوق واسيبها هناك. لا انا ما عنديش عربيه او مش عايزه اسوق دلوقتي، فممكن اطلب اوبر او حاجه وسيله تانية للانتقال. لا والله اوبر ده غالي قوي، يوصلني المطار بمبلغ كبير وعندي وقت كافي، ممكن قوي في اتوبيسات مخصوصه بتروح للمطار، يبقى بالتالي ممكن اختارها. يبقى اكوردنج للابلكيشن اللي هو انا كيوزر الامكانيات بتاعتي ايه النهارده او في الوقت اللي عايزه اسافر بيه، اختار اي واحده من الايه ترانسبورتيشن دول، واكوردنج للابلكيشن والبارامتر بتاعتي اختار ده مثلا او ده او ده. يبقى ده مثلا مثال لطرق مختلفه من الاوبريشنز او الالجوريزم التعامل معه. نشوف مثال تاني اوقع اكتر شويه او هندسي. زي مثلا عندي ابلكيشن بتكرييت داتا، وانا عايزه في الابلكيشن بتاعتي اطبع الداتا دي على صفحه واحده مثلا بس بشكل منسق، يعني لو الداتا قليله مش عايزاها تتعمل كام سطر فوق في الاول والصفحه فاضيه بلاش معنى، عايز اظبط الداتا اكوردنج لحجم الداتا والسايز بتاع الصفحه. لو الصفحه مثلا فيها عايزه 20 سطر والداتا بتاعتي بتفيكس ال 20 سطر، خلاص يبقى بشتغل على الالجوريزم بيعمل برنت نورمال، ياخد الداتا زي ما هي ما يعمل فيها اي حاجه ويعملها برنت. لا انا عندي داتا مثلا صغيره فممكن او يغير الفورمات يغير مثلا سبيس كبيره بين الاسطر مع بعضها، فبيختار انكريس باند، يختار الجوريزم تاني بينفذ نفس الكلام ده، بيخلي السبيس بتوين اللاينز كبيره عشان الكلام نفسه او الداتا نفسها تبقى موجوده في الصفحه بمسافات متساويه.
او العكس لو داتا كبيره قوي اكتر من 20 سطر فانا هيزنق شويه الفورمات او المسافات عشان يفيد الداتا بس برضه في صفحه واحده. يبقى عندي اكتر من الجوريزم اكوردنج للابلكيشن بتاعتي. انا عندي هنا طبعا الكونتكست هنا يقصد بيه ايه؟ الابلكيشن اللي بتعامل معاها. الابلكيشن دي ممكن قوي تكرييت الجوريزم جديد، وطبعا لما كرييت الجوريزم جديد عمليه سهله جدا، جاست هعمل هنا كونكريت كلاس تاني في الجوريزم الجديد اللي انا بتعامل معاه. فمفيش عندي اي مشكله، الباقيين مش هيتاثروا، ودي ميزه. لو واحده من الابلكيشن دول مثلا سي داون غير الامبلمنتيشن بتاعها، هل هياثر على بقيه السب كلاسز؟ مش هيأثر عليه، فبالتالي بيتعامل معاه. طيب موضوع الالجوريثم دون اللي هو بينفذ يا اما كونكريت 1 او 2 او 3 اكوردنج للامبلمنتيشنز. في كده احنا ديزاين باترن قلناه مره، قلنا ان هو في برضو الالجوريثم وبيتنفذ بطريقه ما، حد فاكر كنا اسمه ايه؟ ايه؟ لا ايوه مين؟ التمبلت، فيري جود. التمبلت بقى كان بيعمل ايه؟ حد فاكر التمبلت كان بيعمل ايه؟ هو في الجوريزم برضه كان بيحصل ايه بقى؟ ايوه هل هينفذ كل الالجوريزم؟ كل لا، يبقى مثلا سيل الالجوريزم عنده ستيب 1 و2 و3، فاحنا زي المثال اللي قلنا الستيب 1 و3 فيكست، فهو بينفذهم بيبقوا ستاتيك بيعملهم اوريشن امبلمنتيشن، لكن ستيب 2 بتتغير اكوردنج للابلكيشن، فيبقى عنده 2 او 3 كونكريت بينفذوا الستيب 2. طب لو انا التلاتة ستيب بيتغيروا، واحد واثنين وثلاثة بيتغيروا، يبقى التمبلت كده بتناسبنا ولا مين يناسبنا اكتر؟ يبقى هنا بيناسبنا اكتر، يبقى كان التمبلت تعتبر كانها سبيشال كيس من السيرجي، او السيرجي هي الجنرال كيس. لو الجسم كله خطواته بتتغير كومبليتلي من سيتويشن لسيتويشن، يبقى السيرجي عندي اهم حاجه. لكن ان كيس زي ما قلنا في التمبلت بعض الستيب فيكست زي اي فريم ورك عندي مثلا، وستيبس ثانيه بس هي اللي تتغير اكورد للابلكيشن، والله اتس اب تو يو، ممكن تشتغل استراتيجي ما قالكش حاجه، بس كل الفكره ان هنا الكونكريت ده هيبقى فيه بعض الستيبس مكرره هنا ومكرره هنا. باد ديزاين. اتفقنا، قلنا انا يستحسن قوي الديزاين يا جماعه ما يبقاش فيه كود متكرر. لو انا مثلا قلت نفس المثال، قلنا في ستيب 1 و2 و3 وستيب 1 و3 ثابتين، هتلاقي الكود موجود هنا موجود هنا موجود هنا، لا يبقى باد ديزاين. يبقى يستحسن اعمل التمبلت. ليه؟ لان يبقى ستيب واحد وستيب ثلاثه بيتنفذوا مره واحده بس، بينما ستيب اثنين عشان متغيره دي بقى ممكن احطها في الكونكريت كلاس الموجود عندي. كان مثلا انا عايز اعمل حاجه عندي كذا فاكتور بيعمل حاجه بطرق مختلفه. اه بس خلي بالك لابسات فاكتور بيعمل ايه؟ بيكرييت اوبجكتس. بيكرييت اوبجكت من سب كلاسز مختلفين، لكن هنا ايه؟ بينفذ اوبريشن. خلي بالكم يا شباب ارقوكم، يعني احنا قسمنا في اول السنه قلنا ان الديزاين باترن بتاعي يا اما كرييشن يا اما ستراكشر يا اما بيهيفر. الكرييشن بيكرييت اوبجكتس، الاستراكشر بيعمل تري او بينفذ ستراكشر اوف اوبجكتس، بينما البيهيفر بينفذ اوبريشن. في تشابه، اوكي، ما انا قلنا، ما احنا قلنا في كل مره بشوف في الديزاين انا ممكن اعمل امبلمنتيشن الاستراتيجي باستخدام الابستراكت فاكتور مثلا او فاكتور ميثود، ان انا سيرتن الجوريزم عشان انفذه استخدم عشان اكريت الاوبجكت بتوعه استخدم اي حاجه من كريشن مودلز الموجوده عندي، فمفيش مشكله. لكن البيهيفر معناه ايه؟ ان في اوبريشن بتتم زي الاستراتيجي، بينفذ اوبريشن، بينفذ مجموعه من الخطوات للالجوريزم ده عشان على الاوبجكت او الابلكيشن اللي انا بتعامل معه. في اي حاجه يا شباب دلوقتي؟ اتفضل. تقريبا هو مش الاستراتيجي هو اللي خدنا عليه المثال بتاع الكوال بيهيفير بالظبط، برافو عليك، فيري جود فيري جود، دي كنت لسه حالا اللي هقولها دلوقتي. اول مره اول تاني محاضره كده قلنا في مثال كده عام، قلنا انا هعمل فيديو جيم للطيور اللي بتطير وبتعمل كواك او كده، فاحنا قلنا عملنا لها ديزاين معين، قلت لكم خلي بالكم دي بيهيفر هناخدها اهي استراتيجي. ليه؟ ممكن قوي اعمل استراتيجي لانواع الطيور اللي بتطير وبتعمل كواك صوت، فبالتالي اي نوع من الطيور بيتنفذ الالجوريثم ده هرسمه على الفيديو جيم ان هو بيطير وبيعمل الصوت ده. اعمل الجوريثم تاني اللي هي اللي ما بتطيرش وبتعمل كواك مثلا، يبقى عبارة ان لما بينفذ الالجوريثم ده هيرسم لي الطائر من غير ما يعمل لي بيعمل لي صوت لكن من غير ما يطير، او انواع تانيه ولا بتطير ولا بتعمل صوت انسقهم. يبقى بالتالي هدي برضو مثال تاني للاستراتيجي اللي احنا بنتعامل معاه ونشتغل عليه.
الميزه زي ما احنا شايفين ان الالجوريثم بتاعي بينكابسوليتد مع بعض وبيمبلمنتد واحده واحده. بمعنى انا زي ما شفنا في المثال اللي لسه حالا قايلاه، لو سيرتن الالجوريثم هنا اتغير الامبلمنتيشن بتاعه، مفيش اي حد من التانيين دول هيحس بالموضوع ده، مش هيبقى فيه تغيير الا في كونكريت كلاس واحد بس هو اللي هيشتغل، هو ده اللي هيحصل له فيه تغيير، بينما الباقيين لا. لو انا عندي الجوريثم جديد هعمل ايه؟ هعمل كونكريت واحد واحط فيه، هل هيغير الباقيين؟ هل هياثر عليهم؟ مفيش حاجه. ايوه يا باشمهندس. هو ده دكتور شبه الانترفيسنج الطبيعي صح؟ نعم؟ شبه الانترفيسنج الطبيعي، شبه الانترفيسنج الطبيعي. يعني ايه انترفيسنج طبيعي؟ مش فاهم يعني ايه انترفيسنج طبيعي. يعني عملت انتجريتي كلاس وبعد كده عملت له امبلمنتيشن ده بطرق مختلفه. اوكي، ايه المشكله؟ هو احنا حد يا جماعه احنا التزام باترن ده عباره عن ايه؟ كلاس دياجرام عادي، انترفيس وليه كونكريت، بس هنا ليه اوبجيكتيف معينه. لما ابص في ابلكيشن ما والاقي فيها ان محتاج الجوريزمز مختلفه امبلمنت بطرق مختلفه اكوردنج للابلكيشن بتاعي او الكونتكست اللي بتعامل معاه، يبقى انا افكر اعمل ديزاين باترن ليه اللي هو بالشكل ده، اللي هو بيبقى فيه عندي انترفيس كلاس، ودي كل كلاس دياجرام بتاعتنا او الديزاين باترن فيها كده وفيها كونكريت. بس ازاي بقى بيتعامل مع الكونكريت ومع الانترفيس ده هو اللي بيفرق من ديزاين باترن لديزاين باترن تاني. تمام؟ يبقى هنا هل هنا حاسس ان في مشكله ما ممكن تبقى موجوده في النوع ده من انواع الديزاين؟ احنا قلنا دلوقتي الميزات ان انا لو عملت تغيير في اي امبلمنتيشن مش هياثر في الباقي. لو انا عايز ازود كونكريت تاني مفيش عندي مشكله في ديزاين، مش هياثر، احنا ده اتفقنا عليه، قلنا جود ديزاين بمعنى كده ان اي تغيير في الريكويرمنتس مش مفروض يغير لي في الديزاين. لو غير لي في الديزاين يبقى في عيب. انا غيرت الريكويرمنت، زودت الجوريثم جديد، ما غيرليش في الديزاين. One of the implementation اتغير، ما غيريش في الديزاين. تمام؟ الابلكيشن حصل فيها تغيير، اتطلب حاجات جديدة. هل ده تغيير في الديزاين؟ هل تفتكر هيبقى في تغيير في الديزاين؟ لا. According للابلكيشن دي والريكوست اللي طالبه الكلاينت هيتحقق يا اما ينفذ ديزاين جسم واحد او اثنين او ثلاثه. لا والله ولا واحد من الثلاثه دول، يبقى اكيد الراجل اللي عمل ديزاين ما خدش باله ان في الابلكيشن حاجه جديده، فمنتهى ببساطه هيكريت كونكريت جديد بالامبلمنتيشن الجديده والسيستم شغال زي الفل، ما فيش في عندي اي مشكله. تمام؟ تمام يا شباب؟ العيب طبعا لازم الكلاينت يكون زي ما لسه قايله حالا عارف طبيعه الالجوريثم الموجوده عندي، ايه انواع الالجوريثمز اللي ممكن تبقى موجوده. هو مش بيختار بس عارف الانواع اللي موجوده. زي ما قلت لك ما يعملش ابلكيشن لالجوريثم مش موجود، لان ده كده يبقى لازم يرجع لاني للراجل بتاع ديزاين عشان يعمل له الكونكريت الجديد. بيكي انا برضو الاستراتيجي طبعا زي ما اتفقنا هو بيقول لك ان بيبقى في اوبجكت كتيره، الحقيقه انا مش شايفه لها عيب قوي، دي شيء طبيعي، انا على حسب نوع الالجوريثمز الموجود عندي. يبقى اهم حاجه زي ما قلنا اي ديزاين باتل لازم نقول المميزات ولازم نقول العيوب. المميزات زي ما قلنا فليكسيبيليتي، اوكي عايز يزود ديزاين باتل الجوريثم جديد مفيش مشكله، تشيل واحد برده مفيش مشكله، الجوريثم اوريدي مش عايزينه ما عدناش نستخدمه هشيله مش هيأثر لي على الديزاين بتاعي. هي تشينج الجوريثم دايناميكلي، اي واحد فيه مغير الامبلمنتيشن بتاعه. نعم سؤال. لا انا ابقى انا يعني مثلا سيف في حاله البرنت، يبقى انا ككلاينت عارف ان الداتا بتاعتي هتبقى برندد بكذا طريقه، يا اما نفس الداتا زي ما هي او اغير الفورمات بتاعتها اخلي المسافات صغيره او المسافات واسعه. تمام؟ يبقى دي الانواع المختلفه الموجوده عندي، ما اجيش اطلب ريكويست حاجه مختلفه عنهم. ما انا لو انا طلبت ريكويست حاجه مختلفه مش عايز حاجه غير دول، يبقى انا ايه لازم ارجع للراجل بتاع الديزاين عشان يعمل لي كونكريت جديد بالجوريثم جديد والراجل الامبلمنتيشن يعمل واحد جديد. بس ادي الفكره كلها. انا عملت الامبلمنتيشن مثلا عندي 3 اغير من ازاي؟ يعني اختار مين فيهم ايه؟ لا اكوردنج للداتا اللي جايه لي او الريكوست اللي جايه لي. يعني الكونتكست نفسه اكوردنج لي، يعني في حاله الطباعه دي على حجم الداتا زي ما قلت لك من شويه، انا بقدر اطبع نورمال 20 سطر، لو الداتا بتاعتي في الحدود دي 18 19 20 يبقى هشتغل بالالجوريثم النورمال. اند سو اون للباقي. طبعا
زي ما قلنا في اول المحاضره ان المشكله او العيب ان لازم يكون كومن انترفيس. انا مثلا بقول دو الجوريثم في البارامتر تي، يبقى لازم كل الالجوريثم بتاعي اسمهم اوبريشن بتاعتهم دو الجوريثم البارامتر تي بس. والله في سيره الالجوريثم محتاج تو بارامتر، لا يبقى انا لازم اغير شكله او اغير الكونتنت بتاعه ان يبقى بس ليه الانترفيس ده، لان احنا قلنا الميزه ان يبقى في انترفيس واحد. انا ككلاينت عايز استخدم الالجوريثم ده هكول دو الجوريثم بس وادي له البارامتر تي اللي هو عايزه، ماليش دعوه بقى. يبقى دي عبء شويه على الامبلمنتر، الراجل اللي بيعمل امبلمنتيشن للسيستم بتاعي. يعني يا دكتور لما يجي يسوي مثلا الانترفيس الحد الادنى هو ولا لا هو الديزاين بتاعنا هو اللي بيحدده. انا بقول الالجوريثم قول نفذ الالجوريثم دون، فاكوردنج للداتا اللي انا بديها له تي دي اللي هي الداتا اللي بديها له بيتشك يشوف اني الالجوريثم بنفذ. ودي الميزه ان انا ما انا لو انا كلاينت بحدد الالجوريثم اللي هستخدمه يبقى خلاص ما بقاش في ديزاين باترن. زي ما قلت لكم ودايما ناخد بالنا الرول اوف ثامب دي في منتهى الاهميه، لان هي اللي بتخليك يعني انا كان في شكوى جت تسنيم بتقول لي ان الناس بتشتكي انهم ساعات كتير قوي بيجي لهم الابلكيشن ومش عارفين يفكروا ازاي يجيبوا لها ديزاين باترن ازاي. انا في الرول اوف ثامب دي بتفتح لك المواضيع، خلي بالك ديزاين باترن فلاني اكس وواي يشبهوا بعض في الكلاس دايجرام لكن الانتنت مختلف، تمام؟ فلازم انت دلوقتي انت بتذاكر كل ديزاين باترن لوحده على حده، ودلوقتي ان شاء الله النهارده هنخلص انترفيس، هنخلص كل ديزاين باترنز بتوعنا البيهيفر وكل انواع الديزاين باترن. انت دلوقتي لما تيجي تذاكر ازاي؟ تذاكر كل باترن تقول اه والله زي ما لسه قايله لك من شويه صغيره وانا بشغل الالجوريثم، والله انا فاكر ان كان في حاجه فيها الالجوريثم برضو التمبلت، اخد التمبلت واخد الاستراتيجي واحطهم جنب بعض واشوف الفروق اللي بينهم. يبقى ده لو جالي ابلكيشن بالشكل ده يبقى انفع اشتغل تمبلت، لو جالي ابلكيشن بالشكل ده انفع اشتغل استراتيجي. يبقى دلوقتي انت ما بتذاكرش كل ديزاين باترن على حده، لا يبقى لازم تعمل فيه ريليشن شيب بتوين ذيم. زي ما قلت لك اهي ان الاستراتيجي والتمبلت شبه بعض، الاثنين بينفذوا الجوريثم بس الفروق بينهم ايه؟ مين فيهم الاستراتيجي بيغير الجوريثم توتالي بالكامل، لكن التمبلت لا، بعض الستبس بتتغير وبعض الستبس ما بتتغيرش. الستيت يشبه برضه الاستراتيجي بس الفرق بينهم، الاستراتيجي بيبقى ايه؟ خلي بالك الاستراتيجي بيبرفورم 1 الجوريثم ات ا تايم، يعني انا دلوقتي شغاله هنفذ الجوريثم واحد اكوردنج لليوزر ريكويرمنت، تمام؟ الستيت حد فاكر الحكايه دي بتختلف ازاي شويه او الستيت بيعمل ايه اساسا؟ يا شباب في كويز على الاستراكشر ديزاين باترن والبيهيفر ديزاين باترن، مش هنخليه الحد الجاي، نخليه الحد اللي بعديه. انا لا انا اصلا عملته خلاص يوم 25 من 6 ل 6 وربع، والريبورت الثاني يوم 25 برضو اخر ميعاد. ما حدش يقول لي ده انا عندي كويز وريبورت. ايوه ما انت ما بتعملهمش في نفس اليوم، ما مفتوح من النهارده الريبورت، اعمله براحتك ها عشان الناس اللي ما سلموش الريبورت الاولاني ويا ترى نسلمه ولا ما نسلموش. الراجل الريبورت الاولاني بقاله شهرين ولسه الراجل بيفكر يبعت ولا ما يبعتش. نعم. بص يا شباب ذاكروا من دلوقتي، ايه في ناس بيبقى عندهم كويس نفس اليوم. يا شباب انا عندي إيه انتم والكريدت، فلازم الاقي ميعاد الكريدت مجموعتين وانتوا مجموعه يبقى ثلاث مجاميع. قعدت انا يوميها فريت الجداول عشان الاقي المكان الفاضي، المكان الوحيد الفاضي يوم الاحد الساعه 6 ل 6 وربع. نو واي. عيش حياتكم يا شباب، ذاكروا من دلوقتي وانت لازم تذاكر في ليلتها، ليلتها راجع مراجعه نهائيه. ما انت هو الستيت ما حدش عارف الستيت. يا حول الله يا رب. حدش الستيت ديزاين باتر مش ستيت حاجه ثانيه. انا عارفه عارفين الستيت بس بعضكم. طيب نعم. البريدج هي ستراكشر
ديزاين باترنز، بيجي عنده داتا ستراكشر وبيعمل امبلمنتيشن لاي داتا منهم واحد او الثاني او الثالث. فانا ممكن نفس الامبلمنتيشن داتا ستراكشر الاولانيه او الثانيه او الثالثه او اثنين منهم او كذا، فدي تفرق تماما عندي. برافو انك انت فكرت ان الحاجات تشبه بعض لكن في انتنت مختلف تماما. الستيت يا شباب قلنا مهمه قوي انك تاخد بالك منه. الستيت انا بغير الانترنال داتا، فالستيت بتتغير، فلا اما اعمل الستيت الاولانيه كونكريت الاولانيه او الثانيه او الثالثه، مش واحد بس لا، حتى دي قلنا ساعتها دي الحاله الوحيده اللي ممكن الستيت الاولاني يبعت مسج للستيت الثاني ويقول له اتغير. هنا لا، انا هنا وان الجوريثم ده طيب ملوش دعوه، ما اعرفش حتى ان في الجوريثم الثانيين وما بيتعاملش معاهم، لكن الستيت لا. فاكرين انتوا لما قلنا المرور لانه المرور ان مثلا اللون الاخضر هيقعد تايم معين وبعدين يحول لاصفر، يحول لاصفر ليه؟ يدي مسج للستيت الثانيه انها تشتغل. فدي فرق بين الاستراتيجي وبين الستيت. في اي اسئله يا شباب؟ الشين اوف ريسبونسابيلتيز دي عباره عن ايه؟ انا عندي سندر بيبعت ريكويست للريسيفر بس ما يعرفش الريسيفر ده هينفذ الريكويست بتاعه ازاي. الريسيفر ده عباره عن ايه؟ شين يعني سلسله من الاوبجكت، كل اوبجكت بتعمل اوبريشن معينه. فانا ممكن لما ابعت الريكوست الاوبجكت الاولاني نقدر ينفذه كله، هينفذه يطلع لي النتيجه وكل سنه طيب وخلاص زي الفل. ممكن بقى بعض الريكوست الثاني لا والله انا مش هقدر اعمل الحته دي وبس، روح باعت الريكوست لمين عنده بوينتر يشاور على الاوبجكت الثاني يقول له شوف كده تقدر تنفذ الاوبريشن دي، الاوبجكت يقول لا ما بقدرش انفذها، روح بعت عنده برضه ريفرنس بوينتر للاوبجكت الثالث خد الريكوست ده نفذه. فيبقى عندي الشين، وادي نرسم برضه نشوف الرسمه اهي. انا ببعت الريكوست بيبقى عندي بس بوينتر لاول واحد في الايه؟ في السلسله دي. دي ممكن تكون تري، لينك ليست، اري، واتس ايفر، اي نوع من انواع الاجريشنز اللي احنا عارفينها في الداتا ستراكشر. فكل اوبجكت من دول ينفذ الجزء اللي بيخصه ويبعت للي بعديه، هو بس عنده بوينتر اللي شاور اللي بعديه بس ملوش دعوه، واللي بعديه يبعت اللي بعديه انسون لغايه لما يخلص الاخر. ده حتى في نوع من انواع الابلكيشن ممكن اخر واحد يرجع تاني يبوينت للاولاني سيركل، عبارة ان الاولاني بيعمل اوبريشن مش دلوقتي، لما بقيه الناس يخلصوا يبقى اخر جزئيه هو اللي بيعملها. سي مثلا الاوبجكت مثلا بيقرا داتا والتاني مش عارفه بيبروسيسنج عليها، هو بس بيبرنت ات، فبيستنى كل الاوبجكت تنفذ الاوبريشن بتاعتها وبعدين هو ينفذها. الله، طب ما انا ما كنت رتبت من الاول الاوبجكت بالطريقه دي، خليت اللي يقرا الداتا الاول وبعدين اللي ينفذ. لا يا جماعه، دي جنرال ديزاين باترن لاي نوع من انواع الابلكيشنز. فانا عندي كل اوبجكت من دول بتعمل اوبريشنز، في ممكن ريكوست معين يجي لي يتنفذ من اوبجكت واحد وثلاثه بس، واحد تاني من واحد بس، واحد تاني لا نمره اثنين وثلاثه واربعه، فاهمني؟ فبقى اكوردنج كل ريكوست. فالاوبجكت دي بالنسبه لي ساعات بنسميها بتبقى دايناميك، يعني حتى ممكن تكريتد واحنا بنشتغل وهو بيلاقي ابلكيشن معينه جايه له، فلقى ان الاوبريشن الاوبجكت بتاعه دي مش كفايه محتاج اوبريشن ثانيه، بيكريت اوبجكت دايا بالاوبريشن الجديده ويخلي اخر واحده بيشاور عليها. يبقى الكريشن اوف اوبجكت جديده او ديليشن لاي اوبجكت تبقى دايناميك في الحاله دايا اكوردنج للابلكيشن او ريكوست اللي انا عايزاه. شباب احنا الكلام ده قلناه، يعني بس خلي بالكم انا دي بس شكل تاني، في اشكال كتيره قوي لشكل الاستراكشر بس تدي نفس المعنى. مثال ظريف قوي الحقيقه انا بلاقيه، ماكينه الاي تي ام، انت لما تيجي مثلا تروح هتسحب مبلغ مثلا ساي 1550، فاللي بيحصل ايه؟ بيطلع لك شويه ورق بالميتينات مثلا، وبين ورق 100 وبين ورق مثلا 10. فهنا الديزاين باترن هنا جميل قوي، ازاي؟ بيشوف عنده هنا في المثال ده كام اوبجكت موجود. عنده اوبجكت هنا مثلا بيطلع ميات بس مثلا ده عشان دولارز يعني، وبين اوبجكت بخمسينات عشرينات خمسه، يشوف المبلغ اللي الكلاينت طالبه ريكويست، هيحسبه ويقول يبقى ده ثلاث ورقات من ابو 100 وورقتين من ابو 50 وثلاث ورقات مثلا من ابو 5. فياكتيفيت الاوبجكت الاولاني يطلع ثلاث ورقات، ده ياكتيفيت اللي بعديه يطلع الورقتين، يعدي على 20 لا مش عايزين عشرينات، يبقى ده مش هيعمل اي اوبريشن، وبعدين يروح لخمسه يطلع الورق الباقي.
بالتالي اهي في بعض الاوبجكت نفذت اوبريشن بطرق مختلفه. طبعا لما احط مبلغ مختلف ممكن السيكونس نفسه يختلف. في بعض الاوبجكت زي مثلا نمره 3 اللي هي 20 دي ما اشتغلتش ما طلعتش الايه، لان احنا مش عايزين حاجه من فئه ال 20 تمام. فده مثال ظريف جدا للريكوست بتاعنا. طيب برضو ارجع اقول كلمه ريكوست ببعتها من سندر للريسيفر سمعناها فين؟ سمعها ها كوماند. الله، طب ما الكوماند بيبعت ريكوست وبيتنفذ. طب لو انا بقى عايزه في الكوماند، الكوماند فاكرينه ايه؟ كوماندز بيبعت للانفوكر بيكريت الاوبجكتس يبعتها للكوماند انترفيس، يقول واحده من الكونكريت تشتغل، يبعت لمين؟ للريسيفر عشان تنفذ. الشين فيزيبيلتي دي لو انا عايز استخدمها في جوه الكوماند احطها فين؟ في انهي حته؟ في انهي حاجه من اللي انا قلتهم الاربعه دول؟ في الانفوكر، في الكونكريت كلاس، في الريسيفر. هي شباب في الايه؟ كونكريت. هو مين اللي بينفذ الاوبريشن؟ الكونكريت. الكونكريت بتكسكيوت، لكن مين اللي بينفذ فعلا؟ الريسيفر. ودي قلناها لما جينا نكلم الريسيفر، اديت لكم هنت كده صغير بس سبتكم، قلت لكم ايه؟ الريسيفر ممكن يكون في اكشن واحد بيتعامل معاه، وممكن يبقى فيه مجموعه من الاكشن. فاكرين لما قلنا المطبخ الراجل طاهي عايز يعمل وجبه معينه، فبيقول للايه؟ للمساعدين بتوعه ينفذوها، زي مثلا فرخه، يبقى انت المسؤول ده، انت دايما اللي بينظف الفرخه. دي اكشن. والتاني اللي بيسلقها مثلا، والتالت اللي بيحمرها. يبقى انا بعمل اوبريشن اني عايزه فرخه محمره، يبقى انا ككوكر ببعت للاكشن بتاعي مجموعه من سمول اكشن بتتنفذ، مجموعه من سمول اكشنز ورا بعضها، اوبجكت بينادي اوبجكت بينادي اوبجكت. يبقى ده ممكن الاكشن ده يتنفذ باستخدام مين؟ الشين اوف ريسبونسابيلتي. يبقى ممكن الريسيفر نفسه اعماله عباره عن ديزاين باتل تشين، مجموعه من اوبجكتس ببعت له اقول له عامل اكسكيوت وهو ينفذ الخطوات اللي موجوده عندي. يبقى في هنا ايه؟ واخدين بالك. طب اقول لك انا حاجه ثانيه. ايه تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. الاوبجكت دي متوصله مع بعضها اكوردنج للينكس واتس ايفر نوع ده، ممكن اعملها كرييشن ازاي؟ ايه ديزاين باتن كرييشن اللي بيطلع لي كومبوزد اوبجكت؟ يا راجل ها، البيلدر بيطلع لي اوبجكت واحد كومبلكس. هل ده اوبجكت واحد كومبلكس؟ لا يا شباب. مين اللي بيطلع لي تري اوف اوبجكتس كومبوزيت؟ ده تري او داتا ستراكشر او اري. البيلدر يا شباب بيطلع برودكت واحد بس كومبوز، يعني اقول ايه مثلا؟ بيطلع لي الكمبيوتر ده عمل كريشن للشكل، الشاشه للبادي ده للكيبورد، وجمعهم مع بعض وطلع لي اللابتوب حته واحده او برودكت ده الايه. لكن انا ممكن البيلدر استخدم فيه الكومبوزر عشان يديني ده، بس بيطلع لي في الاخر كومبوزد اوبجكت. لكن اللي بيعمل لي تري اوف اوبجكتس او مجموعه سيكونس اوبجكت متوصله مع بعضها بطريقه او باخرى هي الكومبوزد ديزاين باترن. نعم، اللي عايز سؤال يقول. انا بس بقول لكم هنا عشان بس بربط، والله يعني انا نفسي فعلا اربط معاكم الايه كل ديزاين باترن مع بعضها. احنا وصلنا للمرحله دلوقتي لازم نربط مع بعضنا. برضه هاي مثال بيقول لك الشين فيزيبيلتي والكوماند والميدريتور والاوبزرفر كلهم بيديكابلينج السندر فروم ريسيفر. برضه دي ساعات بيجت سؤال من سؤال تهام، قول لي بعض انواع ديزاين باترن اللي بتديكابل السندر فروم ريسيفر. اهي في سطر واحد اي انواع مختلفه، بس كل واحده منهم بتعملها بطريقه مختلفه باوبجيكتيف مختلف. يعني هي دي الاسئله اللي تيجي، يعني الاسئله مش النظري مش بديك مباشره. اه صح، في مباشره اقول لك كومبير بتوين اكس ديزاين باتر واي ديزاين باتر، ده سؤال مباشر. لكن سؤال غير مباشر اقول لك ايه؟ اكس وواي زي بعض لكن مختلفين في ايه؟ او ايه الشبه اللي بينهم وايه الاختلاف اللي بينهم؟ او اقول مين اللي بيعمل ديكابلنج بتوين السندر والريسيفر؟ قول لي انواعهم وقول لي الاختلاف اللي بينهم ايه؟ يبقى ده نفس الاسئله بتاعت الكومباريزون بس بتيجي محوره بطريقه مختلفه. هو ان شاء الله بدون مقاطعه السكشن الاسبوع ده هتعملوا اللاب بتاع الايه؟ البيهيفر.
الاسبوع الجاي انا هبعت لتسليم ان شاء الله النهارده امتحان بتاع المينستريم والكريدت، امتحانين يعني بتوع السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان الامتحانين في يومين مختلفين، فعملت امتحانين، لكن انتوا الحمد لله ربنا سترها السنه دي، انتوا متنين في نفس اليوم في نفس الوقت، الحمد لله عامل واحد بس عشان اقعد كده ايه اركز لكم، تمام؟ فهي يبقى اهم حاجه بقى، انا مش عايزه ومش عايزاكم ابدا انكم تقول لكم لما تقول ايه والله بصي الحل الامثل للابلكيشن دي هي اكس باتر وانت تاخده على انه هو كده زي الفل، لا انا عايزاه هي قلت لها كده، قولي لهم بتفكري ازاي لما تقري الابلكيشن، بتفكري ازاي عشان تجيبي الديزاين باتر المناسب. انا عايزه تفكروا ازاي، مش انكم تحفظوا النوع ده يبقى ليه ديزاين باتر كذا، لان زي ما قلت لكم وهي بتبقى تريكات، وانا حره بقى هجيب نفس المساله، ممكن نفس المساله بتاع السنه اللي فاتت بس اغير شويه من جوه الريكويرمنت بتاعتها هيغير الديزاين باتر خالص، فاهمني؟ فانت المفروض اكوردنج لكل دومين اقرا كويس قوي قوي، وزي ما قلت لكم ما تحط، عايز تحط اسامبشن مفيش ما يمنع، بس اسامبشن لوجيك ليها معنى، مش زي الناس اللي باعتين احنا حلين حلو وكل حاجه، اصل انا ما عملتش فايد عملتها بروتوتايب اصلها صح، اصل انا عملت اسامبشن ما حصلتش، لا والله ما حصلتش، هي فعلا مش لوجيك ملهاش معنى. وبعدين مش معنى انك انت قلت لي ان بروتوتايب احمدي ربنا بقى ان عملت لك ديزاين باتر، اديني بقى ده هتديني صفر، يعني انا كتبت لك ديزاين باتر وهتديني صفر، ده انا عملت اسامبشن وادفانتج ورسمت، كتر خيرك كتر الف خيرك، بس انا هديك صفر برضه. هذا لا يمنع ان في بعض الابلكيشن شوفوها في بعض الامتحانات انها ممكن تاخد اكتر من ديزاين باتر، هي اوقاها واحسنها اكس مثلا، لكن واي مع بعض الاسامبشن البسيطه بقبالها ساعتها. ودي جزء من الدرجه. مش دقيقه. انا احب الاجابه المثاليه. الاجابه المثاليه اديها الفول مارك. النص نص اديها نص مارك. اللي ما فيش خالص زيرو. ايه؟ مش فاهمه اللي قبل السكشن اللي جاي اللي هو يعني عايزه ابعت لكم النسخه من الامتحان، ابعت لكم احطها لكم على ال بي اس زي ما حطيت بقيه الفايل، يبقى النهارده زي ما هبعت لها الامتحانات هبعتها لك. مش انتوا عندكم في الاس اي اس بتعرفوا تشوفوا امتحان السنين اللي فاتت؟ في يا ولاد مش مكتبه ليه؟ لا بصوا لا دوروا هتلاقوا في الاس اي اس امتحان السنين اللي فاتت كلها. اهو انا صحيح اول مره ادي المين ستريم، بس انا كنت بدي قبل كده في بتوع الكريدت، هتلاقوا امتحانات ياما. عموما ديزاين باتر انا اديت السنه اللي فاتت، هبعت لكم هبعتها لكم هبعت لكم الامتحانين دول فور شور، وانتوا دوروا على الامتحانات السابقه. طب ناخد خمس دقايق بريك قبل ما اعمل ايه اخر واحد بقى اللي هو مين؟ اخر واحد في ايديريتور ان شاء الله بدون مقاطعه. طب يا شباب نشوف بقى اخر ديزاين باتر عشان ايه ما مسكوا ايه خدموه مسك زي ما بيقولوا. تعالى طبعا كلكم ناس بروجرامر كويسين قوي واقوياء واشتغلتم سواء بي سي اوبجكت اورينتد او بالجافا، عندكم في البروجرامنج لانجويج حاجه اسمها كيرسر او اتريتور او ساعات بنسميها بوينتر، عارفينها ولا لا؟ انا ده بيعتمد على اساس، انا الاتريتور دون او بنسميه كيرسر هو زي ما بيقول بوينتر كده، بيشاور على مجموعه عند الاوبجكت بالنسبه له لازم تكون اجريتيف. اجريتيف يعني ايه؟ يعني الاوبجكت بالنسبه لازم يكون كومبلكس، اري لستا تري لازم، يبقى الاتريتور بيبدا يشتغل. بعمل فانكشن، انتوا خدتوا في داتا ستراكشر، انتوا انا عارف انكم خدتوا داتا ستراكشر الحمد لله. الداتا ستراكشر انك انت مثلا جيت فيرست اليمنت اوف ذا اري او ليست او تري، عندك فانكشن موجوده، وعلى فكره الفانكشن دي بيلد ان في البروجرامنج لانجوج، يعني انت لو سي بلس بلس او جافا هتلاقي في فانكشن بيلد ان جيت فيرست جيت نيكست موجوده موجوده فعلا يعني. يبقى انا عندي ايه؟ انا عندي اجريتد اوبجكت وعايزه ابوينت ليهم بفانكشن مختلفه، جيت فيرست جيت نيكست
بسيرش على ادويت معين هل خلص التري كلها، هيقول لي ترو او فولس بعض الفانكشن مطلوبه مني. بس الفانكشن دي الامبلمنتيشن بتاعتها بتختلف على حسب نوع داتا ستراكشر، يعني لو لسه غير الماب غير التري غير غير غير. فانا عايزه انفذ نفس الاجريشن فانكشن او نفس الدرافل فانكشن بتاعتي ديا على كل الاوبجكت ديا من غير ما اغير الكونتنت، او من غير ما اقول انت غير لي الكونتنت بتاعك عشان انا ما عنديش غير الاوبجكت ده او ما عنديش غير الفانكشن دي انفذها عليك. تعالوا نشوف على طول الرسمه علشان ايه تدي المعنى افضل. اي ادي الاجريتد نفسها اللي هي بت ايه بتكرييت الاجريتد اوبجكت اللي هو كومبلكس تري ماب لينك ليست اري واتس ايفر. وادي الاتريتور بتاعي، يبقى انا عندي انترفيس اتريتور بحط فيه الفانكشن اللي انا عايزاها. في فانكشن طبعا كتير قوي، هنقول انا مش محتاج غير دول بس في الوقت الحالي. دول طبعا ان ايه زي ما اتفقنا بما ان ده انترفيس يبقى دول كلهم ابستراكت فانكشن. ليه؟ لان كل واحده من دول بتتنفذ بطريقه مختلفه. مين بقى اللي بينفذها؟ الكونكريت اتريتور. يبقى عندي اتريتور ينفذ الاربعه فانكشن دول للليست، واتريتور تاني للاري، ودريتور تاني لللينك ليست، ودريتور تاني للتري، اي نوع من انواع الداتا ستراكشر. يبقى مثلا ادي عندي مثال اهو، الكوليكشن عندي اللي هو الكرييتور اللي بيكرييت الابديتد فانكشن، انا عندي اثنين بس ليست وماب مثلا. فانا عندي الكلاينت نفسه بيطلب ان يعمل ترافرس، انا عندي كلاينت عايز يدور في التري ديا على اول اوبجكت، لا النكست النكست، هل التري خلصت ولا لا. فعندي عندي هنا الانترفيس اللي اسمه ترافرس ابستراكشن، ده الانترفيس في مثلا في المثال ده ثلاثه فانكشن فيرست ونكست واز دان. بما ان عندي اثنين كولكشن يبقى بيكريت هو اثنين اتريتور، واحد خاص بالليست يبقى ده بينفذ نفس الثلاثه فانكشن دول بس لمين؟ للليست كولكشن، والثلاثه دول نفسهم للايه؟ للماب كولكشن. طب لو في داتا ستراكشر جديده اري مثلا اعمل ايه؟ يبقى انا هنا بكرييت كولكشن جديده للاري، وايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هكرييت اتريتور خاص بيه بينفذ نفس الثلاثه فانكشن دول. تمام؟ هل في كود متكرر؟ هل في كود متكرر؟ اولموست مش متكرر. يعني ممكن في حالات بسيطه جدا ان سيرتن داتا ستراكشر اثنين داتا ستراكشر ان عشان اجيب الاول واحد فيهم ليهم نفس الكود، دي حاجه نادره. بس انتوا الناس خدتوا في داتا ستراكشر وعارفين دي حاجه مختلفه وبتعامل معاها بطريقه مختلفه. يبقى انا عندي مجموعه من الفانكشن الكلاينت عايزها، يبقى بيكون كرييت اتريتور لكل الداتا كولكشنز موجوده عندي. اكريت داتا كولكشن جديده مش هتاثر على القديم، واكريت اتريتور خاص بيها لازم. ليه؟ لما بجيب اتريتور خاص بيها مش هياثر لي على دول، ما زالوا دول موجودين. لو سيرتن فانكشن من دول اتغيرت في الماب اتريتور يبقى بغير هنا بس في واحده بس والباقي زي ما هو. يبقى هنا دي الديزاين بالنسبه لي ريكويرمنت اتغيرت، الديزاين بتاعي ما حصلش فيه تغيير، يبقى ده بقى ايه؟ جود ديزاين. صح يا شباب؟ طب ايه المشكله؟ يعني مثال ده الحقيقه انا مش مقتنع بيه بس اوكي. ايوه عايز ايه؟ في ايه؟ الراحة عليا يا ابني، قول قول. كده ايه الفرق بين الاتريتور والابستراكت؟ ايه؟ كده ايه الفرق بين الاتريتور والابستراكت فاكتور؟ ايه الفرق بين الاتريتور والابستراكت فاكتور؟ الابستراكت فاكتور بيعمل ايه؟ فكرني عشان انا بس ناسيه. الابستراكت فاكتور بيعمل ايه عشان ناسيه؟ الابستراكت فاكتور بيعمل ايه؟ الابستراكت فاكتوري بيعمل ايه يا شباب؟ حد يقول لي، انت اللي قلتها فانت اللي لازم تجاوبني. بي ايه؟ بيكرييت فاميلي اوف برودكتس. بيكرييت فاميلي اوف برودكتس. الاخ دون بيعمل ايه؟ الاتريتور ده بيعمل ايه؟ الاوبجكت جايه له كرييتد مره لوحدها. اجريتد مش ريليتد. دول ريليتد كل واحد منهم على حده. هقول لك انا عندي كرسي للطالب يقعد عليه، عندي ترابيزه، دي ريليتد اوبجكت، عملت لها كرييشن انتهى. هنا بقول لك لا، انا عندي الاوبجكت جايه لي على هيئه اري، وانا عندي فانكشن لاي بتعامل مع اي اجريتد اوبجكت جيت فيرست بعملها بطريقه معينه للاري، وبطريقه مختلفه للليست، وبطريقه مختلفه لاي حاجه ثانيه. ده مثلا مثال، زي مثلا انتوا امبارح كنتوا بتتفرجوا على الماتش وعارفين ان الماتش مين كان امبارح، عايزين ايه؟
المغرب وكان المغرب كان حلو قوي. عارفين انتوا انهي قناه فبتيجي تفتحوا على طول على رقم القناه صح؟ طب انا عايشه في قطر ومش عارفه القنوات ارقامها ايه وكده هعمل ايه؟ هفتح هلاقي فيه كارنت ايتم هقول نيكست 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 لغايه لما ربنا يكرمني والاقي البرنامج اللي انا عايزاه او الماتش الكوره اللي انا عايزاه خلاص. يبقى دي لحد ما يعني مثال بسيط الحقيقه، بس انا الحقيقه شايفه ان المثال بتاع الداتا ستراكشر المختلفه ده فيري جود، هو فعلا معمول عشان كده، هو بس معمول عشان كده. نعم نعم. اوكي ما انت بتعمل دي الفانكشن بقى، دي الفانكشن دي هي اللي موجوده بقى بحطها جوه الترافلز الامبلمنتيشن بتاعتها. يعني انا فيرست جيت فيرست اليمنت انت بتعملها بالسي بطريقه تمام بلوب باي طريقه انت بتعملها، يبقى دي الامبلمنتيشن لي هاو تو جيت فيرست ايتم من الاري، هاو تو جيت الفيرست ادم من اللينك ليست، هاو تو جيت ذا فيرست ايتم من التري. هي دي الامبلمنتيشن بقى اللي موجوده هنا، هي اللي موجوده في الايتريتور، هي اللي موجوده في الايتريتور. هي دي الامبلمنتيشن. انا دلوقتي بعمل ديزاين، انت هاو تو امبلمنت دول باللغه بتاعتك بقى، ودي بتعملوها في اللاب. يعني انتوا الاسبوع ده زي ما قلت لكم ان شاء الله هتشتغلوا اللاب بتاع البيهيفر، فاختاروا اي ديزاين بدل وجربوه وشوفوا الوضع بتاعه شكل ايه. المميزات طبعا بيسبورت انواع مختلفه من ترافل استراتيجي، وكل ترافل استراتيجي لوحدها يونت لوحدها انكابسوليتد، فممكن اغير فيها على كيفي. حد بقى يفكرني، انا برضو قلت ديزاين باتر معين، قلت ان انا ممكن قوي للاوبجكت بالنسبه لي كومبلكس محتاج اعمل له ترافلز قبل ما اعمل اوبريشن عليه، يا ترى كان ايه؟ ترافل على لو كومبلكس اوبجكت زي ده تري لازم اعمل ترافلز عليه قبل ما اعمل اوبريشن عليه. ايه؟ فاكرين الفيزيتور لما قلنا بيعمل اوبريشن على ديفرنت تايب اوف اوبجكت، قلنا لو الاوبجكت ده كومبلكس بعمل ترافلز. حتى قلنا ساعتها يا شباب تفتكروا الترافلز فانكشن اعملها احسن في الاليمنتس نفسها في الداتا ستراكشر ولا اعملها في الفيزيتور؟ قلنا انهين احسن؟ في الداتا ستراكشر، لان في الفيزيتور يبقى الالجوريثم هيتكرر كذا مره. اهو يا جماعه اهو الترافلز ده هو ده اللي احنا عملناه في الفيزيتور، بس ان كيس ايه؟ ان الاوبجكت كانت كومبلكس، لكن لو سيمبل اوبجكت خلاص مش هعمل ترافلز. فيبقى كان ممكن قوي الفيزيتور يلينك معاه او يتعامل مع الترافلز باتر انه بيجيب له لكل داتا ستراكشر مثلا في الليسته يجيب له الاول اوبجكت ويبعتها للفيزيتور اعمل اوبريشن عليها. جيب النكست وابعتها للفيزيتور اعمل اوبريشن عليها ان سو اون لغايه لما بيخلص الشغل بتاعه. نفس الفانكشن مش انتوا فاكرين قلنا ان دي هنقولها المحاضره الجايه اللي هي الايديتور جلاف اللي بيعمل كتير قوي، او برضو الايديتور دون بيعمل داتا ستراكشر مختلفه وبيعمل فانكشن كتيره عليها، مثلا كمثال هنا بري اوردر اري ليست ايتريتور، كل ايتريتور بنوع الايه الداتا ستراكشر بتاعه، وكل الفانكشن اللي هم هنا في المثال ده كانوا اربعه بينفذوا، ما هي باشمهندس بينفذ الفانكشن معايا كل فانكشن من دول الامبلمنتيشن بتاعتها باي لغه من اللغات انت عايزها بقى وبتتعامل معاها. طيب الفانكشن دي بقى اللي هي جيت فيرست والليست نيكست وكده في الامبلمنتيشن بقى في عندي وجهتين نظر، يا ترى اطلب ان جيت فيرست ونيكست من الاكسترنال، يعني انا ككلاينت اطلب هات لي الفيرست فهو ينفذه لي، اقول له نيكست هو ينفذه لي، ولا انترنال اقول له نفذ لي كل الالجوريزمز اللي عندك ينفذ لي الاربعه اوبريشن ورا بعضها. فدي نوعين من انواع الامبلمنتيشن اكسترنال او انترنال. اكسترنال معناه الكلاينت هو اللي بيكنترول هو اللي بيطلب، انا ما اكون انا ككلاينت كابلكيشن عايزه اللاست اليمنت مثلا فاقول اقول له روح اعمل لي حساب لي بقى النوع الايتريتور عندي للليست، اقول له في الليسته اعمل لي جيب لي لاست ايتم مثلا او الفيرست ايتم او النكست، يبقى انا اللي بطلب وهو ينفذ لي الاوبريشن بتاعتي. فدي ككوب ليها بتبقى سهله وفليكسبل، لكن في بعض الاحيان بيبقى اوفر هيد على الكلاينت او الابلكيشن، لان زي ما قلت لك افرض انا عايز في وقت من الاوقات جيت فيرست وبعدين نيكست نيكست لغايه لما اساله في الاخر خلص الايه الليسته ولا لا از دان.
فانا عايز اعمل الاربعه فانكشن. فانا لو اكسترنال لازم كل الفانكشن الاولانيه الاول وبعدين الثانيه واكررها كذا مره وبعدين اساله هل خلص ولا لا. لو خلص هيقول لي خلص, لما خلص ارجع اطلب نيكست نيكست لغايه لما يقول لي خلص. ده انا الاكسترنال. انترنال معناها ايه؟ انا بقى هقول للايتريتور نفذ لي كل الفانكشن اللي عندك, ادي له داتا ستراكشر ليست واقول له نفذها لي كلها, فيقرا اول واحده ويبعتها لي, يقرا نيكست 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 لغايه لما لسه تخلص يبعت يقول لي از دان ترو. فدي ككود جوه الايتريتور سهله برضو, سهل التعامل معاها. بس المشكله ان في بعض اللغات مش بتسبورت حاجه زي دي. طبعا انا ما اقدرش اقول هنا اي لغه بالذات, لان انتوا عارفين ان اللغات بتختلف, في فيرجن بتختلف, يمكن النهارده ما كانتش موجوده بكره تبقى موجوده, لغه تانية جديده تبقى موجوده. لكن هي المشكله بتاعتها ان علشان كامبلمنتيشن بقى ان عشان ينفذ الانترنال دي في بعض انواع اللغات ما بتبقاش سهله, بتبقى صعبه شويه على الديفلوبر ان يعملها امبلمنتيشن. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا كل الديزاين باتر بتوعنا. كنا حسبناه المره اللي فاتت كانوا 22 22 حاجه كده بسيطه جدا. يعني الكويز الاستراكشر والبيهيفر دول لحد جاي, لا اللي بعديه الساعه 6 ل 6 وربع. ولو السيرفي اتفتح يبقى هبعت لكم برده على التيمز, دايما بصوا على التيم هقول لكم افتح لكم التيم امتى عشان تعملوا السيرفي. لو ما كانش يوم 25 ده بتاع الفاينل هقول لكم امتى. الاسبوع الجاي في محاضره اللي هي تبقى الجنرال ليكتشر على اللي هي الاول كومنتس اللي احنا قلناه كله على بعضه, وبعدين بعمل مثالين كبار ازاي بعمل انتجريشن على اكزام باتر. وبيجي فيها الامتحان بتاع السنه اللي فاتت جبت واحده فيهم, لان في ناس افتكروا اخر محاضره دي حاجه كده جنرال ما تجيش. لا جه, انا عز قوي الناس اللي تبقاش متوقعه حاجه روح انا جايبها له زي الفل. ان في عندي رول اوف سامز دي مهمه جدا, دي اللي بتفرق بين سيرتن باترن باترن والفروق بينهم. انا في الجزئيه دي حاولت اجمع لكم كل على قد ما اقدر, بس ما حدش اقول لكم اهو بنذركم, ما حدش يقول هقرا الجزء ده وبس واكتفي. لا, كل محاضره فيها رول اوف سام اقروها واعرفوها, ودي هتلاقوها وهي متكرره حاجات كتيره قوي ممكن بتعامل معاها. فانا مش هقولها تقروها انتم لان هي متكرره قلناها قبل كده كذا مره, ما فيش عندي اي مشكله في التعامل معاها. يبقى الاسبوع الجاي هيكون اخر محاضره الحمد لله والشكر لله, والاسبوع اللي بعديه مش هيبقى فيه محاضره, ما فيش محاضره لحد 25. اقعدوا الصبح ميعاد المحاضره ذاكروا اهو, ما عندكمش حجه, تعملوا الريبورت وتذاكروا على الكويز, على الساعه 6 تمتحنوا الكويز وتسلموا الريبورت بتاعكم. بس مش بتسلموه 12 الا دقيقه, وواحد يبعت يقول لي معلش السيستم وقع مني, حبكت تحمله اخر ميعاد وتقول السيستم وقع منك, ما انا مديك 3 اسابيع. في حد عنده مشكله؟ حد عنده استفسار في اي حاجه؟ بص دلوقتي عشان تعرفوا الدرجات, انتوا عندكم الريبورت الاولاني من 15, الريبورت الثاني من 10 25, وعملتوا 2 كويز بجمعهم كله على بعضه وبضربهم في فاكتور عشان يديكوا ال 20 درجه التانيين من اعمال السنه مع الميد تيرم. فما بعمل حاجه زي كده اولموست اولموست كلكم بتاخدوا درجات عاليه جدا 17 18 19, بس ما حدش يبعت يقول لي ناقص لي درجه او اتنين. فيعني اعمال السنه بتبقى فعلا حلوه جدا, من 40 تبقى ما فيش فيه اي مشكله الا الاود كيسز بتوع الميد تيرم. الاود كيسز الاود كيسز اللي هم اقل من 10 هم دول بالنسبه للاود كيس, لكن ما حدش يبعت يقول لي انا 17 درجه ومش عارف نقصت في ايه, روح انا منقصاه على طول اول ما ابعت يقول لي حاجه زي كده. ناقص بقى 60 درجة في الفاينل, خدوا 60 من 60 في الفاينل والله ما هزعل. اللي عايز اللي نفسه ياخد درجة كبيرة قوي وياخد سكور عالي خد الفاينل 60 من 60, وادينا اهو هبعت لكم الفاينل بتاع السنة اللي فاتت بتاعكم بتاع بتاع. عايزين ايه تاني يغششكم أكتر من كده؟ ناقص تقولوا لي بعدين الفاينل بتاع السنة دي بس مع الموديل انسر, لانكم مش هتعرفوا تحلوا لوحدكم.